الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله، شكرا مجير سبحانه وتعالى شبير توفيقي نا كمبوشانا كاركا درسي زيتو إن شاء الله ني درسي سلسلة إتاكينينو بإذن الله الكريم نا ني درسي إتاكوا يحسن الخلق تبي أنجيما تبي أنجيما ني موي كاركا سبب كرو زمتومي محمد صلى الله عليه وسلم هديرو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق موي كركلينغو أما سبب كرو يمجيت سبحانه وتعالى تميرومي كينو لأتمم اختميز مكارم الأخلاق تبع سورة كستميزة كسفن سورة كزدقشة وبرشوان تبع عنجيمة لم نقل انتوان تكعينشو نوينزواهو إن شاء الله ديو درس نينجي تقريبا 20 أو 30 إذا رسمينيو مجيتو شبيندا ترفو يتبع جيما نتكوونا إن شاء الله تعالى كرك حديث إذا مترمي صلى الله عليه وسلم زي تكويو ترمي صلى الله عليه وسلم هدي لكرك ميزاني يا 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 وايا تكو تشين تو تشيزيتو سكو يا قيامة يتكو إلى ميزاني كما حسن الخلق كما تبع جيما إن شاء الله ديوش تقولن قال نيو تبي أنجيمة ننيو فايدة لم نجاني مون تروح بطة تبي أنجيمة إن شاء الله تعالى اشتكينين زانا كل تبي عمو سورة اشتكي فنقول جس سورة قولن قال جس أميخ بطة فايدك نخفايدشة نروزا بإذن الله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله حسن الخلق تبي عن جيما نيو تبي عن جيما ني تشينتو مهمو ني لمنا ياسيش تكوينشو نا وينزويتو وينزويتو شتكوينشاي نا وانتو ديو ينختح جوا تبي عن جيما تبي عن جيما ني سورة زمادامو زنراني ديزو هوني كانو هم بامو مادامو مادامو هو خدر كوم سورة كندراني لكن نراني وزيري نو تبي أمبوفو na ulolimi lwovu ni wanafakhore na kuja haramu na kufanya zintu ziwovu ziwovu, basi huwa mtu oyo angamire hata kama ndirani ni sura, basi na ndirani wozero yangamiro huwa na ndirani yangamire. Ndiyo shita kurangala insha Allah lamna gani shita kukururu huzitu na tabia ambovu na lamna gani shita pamburu huzitu na tabia sura. Insha Allah husnu lkhuluq ni niyo ونزواني وشفسر لي لجس سورة إن شاء الله تعالى اشتكونا نقلا اشتمنا نقلا متومي صلى الله عليه وسلم نكيفسر يو حسن الخلق تبع عنجيما نكيفسر ديو ناسيش باتك إراشا كونا نقلا نينيو إن شاء الله حسن الخلق هو كل قول أو فعل يقربنا من الله تعالى ني كل قول يا مادام نختمكو أما كل شتين روش يا مادام نخفانيو هيش خروب شوسي كما جيت سبحانه وتعالى كل قولي شكو ذا قولي سورة فرهشي زمينزيو فرهشي زمكيو فرهشي زجرانيو فرهشي زمانو ككلمة سورة فرهشي زي إسلامو ككلمة سورة حتى شكو إسلامو ككلمة نجيمة هم رذي شو مجيت سبحانه وتعالى إيو نقوني نديو تبع نجيمة نا كل شتينرو وقرب شوي كمجيت سبحانه وتعالى إيون ديوه فيلو حسن الخلق تبع جيما تواني صبري توا موتوني كريمو توا موتونا نكامورا زيما توا موتونا خفانيا جابو زخيري زوت إيزو هو فيلو حسن الخلق نا هادير ويجعلنا عظماء في أعين الناس كمجيت سبحانه وتعالى تينا قربنا نتينا خبتا راضي زا مجيتو نكاماتو يوانتو نخبتا حشما موتو نخوذو لله وانتو مبيندا موتو نخوذو نافخي وانتو مكهتا موتو كريم وانتو مبيندا موتو بخيري وانتو مكهتا موتو نولو لملوفو وانتو مكهتا
muntu na ulimi lisura vantu mpenda kila chintu chisura cha mujitu huridhikiro inawe ni shtendro inawe ni kauli iyo ni husnul khuluq na hufanyowe mbele za wantu wantu kupenda katabia njema na tabia mbovu kila muhusula kwa we muntu uko baidi nawe waliyadhu billah. Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi moi karkalamna ya ena kifasiro iyo tabia njema hadire biannahu bastu lwajhi muntu kunduka usowe si unu usufurile msimu darau wantu la uso wenye bashasha uso wenye furaha uso wenye muntu kteka ha tumi sallallahu alayhi wa sallam hadire kteka na anruwa islamu ni sadaka haita haji banzina haita haji chaja muntu kteka na anruwa islamu kteka tu siwe furla furla wantu kama muntu kujilo chako fura fura uyu mpendi na mnangala uyu kama dharau uyu la uso wako na kuhada katika kifasira husnul khuluq Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi hadi bastul wajhi uso unawe mkundufu khalbi chiwa mkundufu na uso wa mkundufu chiwa khalbi onishiri na umihikdi na umihasadi na umibushika katika kalbi oyo muntu awe na bughudho na mije ukhadiri mkundula uso usulo wa muntu mbele kalbi inawe safi kaksa kalbi ndiyo mahala ya mujitu hurangalo mujitu subhana ta'ala dile yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi kalbin salim ha illa muntu takuyo siku maana mali haya infi wana wa infi siku ya kiyama illa man ata Allah bi kalbin salim kalbi salim isalimishirona kila mibushi na jabumbovu ndiyo isa hadile bastu lwajhi muntu kwa uso mkundufu uso wenye furaha na ya pili hadile wabadhlu lmaruf fanyila wantu zema ni shtendro cha wantu furahikiro na kurubishowe kama jitu ni tabia njema iyo fanyila badhlu lmaruf kutumika wantu saida wantu kufanya yawe takadiro chiza kudiba wantu duniani chintu chisura ni chivawe muntu kadiri kumifa simdibe jariba kabisa kuwawe na mifa chivawe shinzila kumifa kadiri ya kumdiba simdibe inawe ni mukewo inawe ni manawo inawe ni jiraniyo inawe ni islamu kila muntu takuwa jariba saida lillahi ta'ala kumera radhi za mujitu subhana ta'ala na chivawe shinzila ukadiri saida kadira kumdiba simdibe simtrile mifitina simkothe simfanye dadharata kadrata khayo yawe khadru saida la hafidha limilo na wantu wanasalimike na limilo hadile wakafu ladha hadile na kureba ziwovu ziwovu zosikomeze wantu limilo lwovu zirapizo jawabu mbovu kenda mshakaba muntu kufanya izi udhia chintu cha mruo islamu shikasa takuudhiko kumkodha unamima khtarakodhi apa, peleka apa, wada. Izo zote kureptama nazo, chivave reteme nazo, na yo usum kundufu, na khfanya zema khtendra wantu zema, izo zote mujitu penda, na nakureba mauvuyo ka wantu, limilo na kuhafidha, kodhi wala jawabumbovu, tunamkomeza menziwo, basi takuwa karka wantu tabia zao ninjema. Chimnangale, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ay hadithi Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda na Mtume sallallahu alayhi wa sallam mambile ya Aba Huraira ewe Abu Huraira alayka bi husni al-khuluq na khuwasa katabi'a njema kuwawe na khpambaru huyo na tabi'a njema faqala Abu Huraira lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ويسين نبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من بلم تومي صلى الله عليه وسلم ما صحابة تومي صلى الله عليه وسلم وشبين دا كوزا سؤالي كموزا تومي صلى الله عليه وسلم سؤالي جساو خبتا مزايدي خبتا جساو كبرتا نا الحمد لله ما سؤالي أيو ديو جسي ديروسي ريرو ما حديثي زاو نديزو شفاني ريزو نورو كوذي زم تومي صلى الله عليه وسلم نديزو مونغوزو مسورة واسيجنا خدرو كوراشا أبو هريرة موزم تومي صلى الله عليه وسلم وما حسن الخلق نينيو تبع عن جيما يا رسول الله
فقال صلى الله عليه وسلم جبيرك كوذين تاتو مبيري أن تصل من قطعك خشكمنا نموت يخوتين زيري ويتي بابنا سلخفن يتبع نجيما نشكمنا نموت مدائي خوتين زيرو حروسيني كاكون تاكويا ويأندر لأجل الله سو كخصائي يخوتين زيري وينا مونيزا لم نياكوا نجسي وحتى كما من تنزيري ميتا خيليلا ينتا خيليلا كاركا karkata azia we mendele monyeze maana we chiza we nawe kimfanya jisaye kutenzero we ni mvuka maye yewe kirihire kufanya jisiyo yowe kumnisa inakuonyesha kamujitu kwa we nazo tabia mbovu husulowa antasila man qata'aka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adire tabia njema mudaina mbarsho sidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda mambire tabia njema husnul khuluq yakanda ni antasila man qata'aka. Na chinayo kwa watu wengine, wanayo dibu kama hii. Wanakutumikila Uislamu, wanakutumikila tabia zao, ama ada yao, ada watu itu, si mtu chiza kichila harusi, na siha chimeendele. Iyo hamiridhishi Islamu nduwa. Na takambila, ada ni kwa mtu chiza kunila karkata aziaya, minami simeendele. La monyeshe ndira sura upatu wa radhi za mujitu wetu kuni ila sio mikhilile na wetu kuya karkata aziaya mikhilile antasila man kataaka iyo ni moyo karkata bianjema ya sio suluh pamba ruhuzitu nayo mtu chishtinda ka ajili ya mujitu sio kakusaya yeti nzire nasibuye mina mwonyeza la mna sura ya akhlaki ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu ya kutinzire we meendele. Ya pili, hadiri wa antaafu amman dhalamaka, kumaafisha mtu kudhulmiro, mtu khingire, kudhulmire, tetechako, kufanyize, kutanzire, we maafisha li ajli Allahi, kakasasini watana wa mujitu subhana ta'ala, hugafa na chinakta haja kusamehewa na mujitu subhanahu wa ta'ala. Basi chisamehe mtu kudhulmire, we msamehe ka ajili ya mujitu subhanahu wa ta'ala, ndiyo ni moyo katika njema. Mtu kutrenzele, we maafishe. Iyo liko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa Maka chinangala, wambishire, wa ublele masahaba, wa mtumire mtume dari, na masahaba wingi wa filo. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudai petongovu iro mershezo Maka mershezo shishiro Kaaba na jeshi kulu ya iro nao kama Madina mudai watiro wa shishiro wote makafiri wawelo madhaifu wako apo wanakhtijo wanakhtetemo mambire madha tadhununa anni fa'ilun bikum al-yawm. Mtume sallallahu alaihi wasallam uzize baadi yani kishtendra izo zote na kuonai na kudhanai lero mitakhimfanyai nami. Tume sallallahu alayhi wa sallam enzele wa ambile idhahabu fa antumu tulaka enani nila siremi kabisa nina fishize. Iyo husababisha mtu mpenda mtu tabia njema ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya kafisha ka mtu kutenzelo moi baada mtume sallallahu alayhi wa sallam rashmi wa masahaba marize karkazita rudire wa kumine mahala kupumuzika mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mpangale tundishire karkamuti baadi ya kurana kupu muzika moi karka makafiri chia shpata lpanga ilo chimpata mtume ukoyepeke masahaba kukharibui kule abumo kula muofete na kupu muzika chimshikila lpanga chimambila nani takurebelo lero man yamnauka minni na takurebelo nami lero wepeke lpanga sili na amini aduyo na sulakubla nani takurebelo. Tume sallallahu alayhi wa sallam kaya yakini kaka kalbini kake, mambili Allah ni mujitu subhanahu wa ta'ala. Allah ni mujitu, oyo kachinahu lpanga likimpotera. Tume sallallahu alayhi wa sallam chil shiko, chimambili we nawe nani takurebelo. Nani takurebelo, mambili we ni muntu mema, akhun karim, ndata sameha. Tume sallallahu alayhi wa sallam chimlata, chimsameha, chivuka, katabia iyo njema, baada wakti enzere, mtu oyo kama oyo silimire wene tabia njema na shitakereza tabia nyingi za mtume sallallahu alaihi wasallam zifanyizo watu wingi kingina katika dini ya Islamu. Wa antafu amman dhalamak, mtu kudhulmire we mafishi ka ajili ya mujitu subhanahu wa ta'ala, ka ajili kwawe na kurasha tabia njema yichiza kudhulmire we nawe ndra mdhulme
يخفون دي ليش خدرها بين رب خفون دي ليش قارش خدرها بين رب شيء زنو ما زي ماي يخفون زي تارا بين رب تندم كونهم زي ماي لا يسيو تبيعة يا إسلامه بين دو تبيعة إسلامه نيمون تو كافشة مدافع ظلميلا كافشة كأجل مجيد سبحانه وتعالى ديو إيه هو ما بينزي وين مون تخذ الميلة وين ما في شيء زي تكو جيربا kadamin trenzel khisa nifanyize jawabu nifanyize kadha kadha lero ni kama sikumfanya chitu na kuntenda mema na kumfanyiliza kaka na kuya na khteka nami takujera na ita kwa msura ndio mtume sallallahu alayhi wasallam wema ukomero kila mahala katabia njema ya tatu tume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mfasiru la Abu Huraira tarafu ya tabia njema mambile wa an tu'ti man haramaka kumpa mtu khurebelelo Muntu mudawe khilile khutarutrube deni kako khirize lero we nayo khile kako mpe kajile mujitu soka sae lo madamu hani madamu sulukulisaari lakini sameha kajile mujitu subhana ta'ala lo chisulukulisaari mujitu kachilisaari sisulakingila janani mato ayafanyize kulisizaari kutuzeze mashkilo ayalimi ili enzele tanzile wantu kila chitu wingine hapaka mujitu mtanda Paka mujitu mtanda, ha, inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Paka ukomere mayudi wa hadire mujitu ni faqiri sini matajiri. Na, limi kama ilo ya mujitu takuwa tosa. Miru aya na kienda kama mujitu kulisa ari kwa awe enzele fanyiriza zina. Enzele fanyiriza maasiya mujitu kufanyiriza ziguru. Mato enzele kurangalila jabu mbovu, mefilme miwovu, mjabu miwovu mujitu kufanyiriza mashe. Kulisize ari. Sula kuwa. أجينا خادرك وإجي لكن مجير سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم مجير سبحانه وتعالى هو سامحة هو بيندخ سامحة ها ناسي وسلوة خبام بروزيتو نتبيع جيما كما إيو وأن تعطي من حرمك مون تخوري بليلة چينتو إنزل خباسكاك خوري بليلة إنزل كزيمكاك چينتو خوري بليلة مداوي خلوكاكو مبي مبي إيو ديو تبيع جيما Wechi mnisa, we ni mmovu kama ye. Ye kurebelele, we na we mrebelele. Ye waliko ni mmovu kakurebela. We kumrebele na we ni mmovu kama ye. Gala kisa moi, mana na mtu mzima. Baba, mana mudaichi haba, mtokomeze. Mlasile, mana atirishile, libishile, kila chitu. Wele mtu mzima. Wele mtu mzima pete kazi sura. Ma mzele mambile manawa na sula pesa furani tindila kila mezi chiza na kuinkarami. Isa mzele yembele fanyize dhulmu kumdhulisha kumdiba kumlata manawe kumtoko meza jisio chiza kulawira wajibuwe itakenda kuzua mbeleza mujitu subhana ta'ala. Isa mana kama oe muze shekhi mambile mimzelewa ntenzele jisi hal milero ye nilile na amini mfanya ni. Mambile ye kuwaye kufanyize izote kuhisai mambile kuhisai mbuvu. Mambire yefanyize ziovu na takuzoa mbeza mujiri subhana ta'ala We na we chenda shitendra mawovu Takuwa ni mawovu kama we Kama ye enda fanya mema Ka ajili ya mujiri subhana ta'ala Mujiri subhana ta'ala Takufungulilo Enda mrehme ka ajili ya mujiri Mwonyeze jisi ndiyo lamna ya kuinsha na watu Mamtume sallallahu alayhi wasallam Tabi anje madire Antasila man kataaka Kumshikamana na mtu tinziro chizazi na we Na we ni nruo Na we ni jiraniyo Yeha khilili we mendere ya khilili harusiyo we mendere ya khudarawa we simdarawe ya khurehmi we mrehme ya khupi we mpe ya khufanyize khisa we msamehe izo dizo an ta'fu amman zalamak tumi sallallahu alayhi wasallam diro wa an tu'ti man haramak mutu khurebelele si yu khadiru khupa khurebelele we mpeka ajili ya mujitu subhana ta'ala na kurasha akhlaqi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam takuwa fanyize تبي عن جيمة نا نا تومي محمد صلى الله عليه وسلم هديرة البر تبي عن جيمة زيمة نيو تومي صلى الله عليه وسلم هدي البر نكلمة يكون سنيزو كلا زيمة ني البر زيمة ني هدي نيو بر زيمة نيو تومي صلى الله عليه وسلم هدي البر حسن الخلق هديرة زيما ني تبيع نجيما مون تخبان بروهوية نتبيع نجيما ديو اويو لوانيرو دنياني ناخرة لوانيرو
نهدير انتومي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت من تميل لأتمم اختميز مكارم الأخلاق نمجيت سبحانه وتعالى مسفير انتومي محمد صلى الله عليه وسلم كتبع جنجيمة هدير وإنك حقيقة يا محمد لعلى خلق عظيم درجان كرؤك إر زايدي كتبع جنجيمة تومي صلى الله عليه وسلم تسامحة كتبع قوة تسامحة تومي اشتندوة تسامحة تومي صلى الله عليه وسلم تربلوة تشباواتو تومي صلى الله عليه وسلم زدت كركا إزوزاي مريلوم تومي صلى الله عليه وسلم وانتو تشمتين دا يتشك من الناو إن شاء الله درس زيتو استكينين را ترفو يا حسن الخلق تبي عن جيما نديزوش تبامبر هزيتو تشيزا مونتو تشيسالة شفونغا شفانيا كلا تشينتو تشيوالي ميلو نلووفو إتاكوا نسببو يا وكنا مولوني والعياذ بالله اشتخفونغا نقص موي يا متومي محمد صلى الله عليه وسلم ما صحابة متومي صلى الله عليه وسلم وما ميل يا رسول الله وكوموك مسكو مزيما هسيماما معبودي رموجيتو منتي مزيما هفونغا lakini limile ni lwovu tabia zeni mbovu tume sallallahu alaihi wasallam debashir leni mulo oyo wal iyad billah chi sala hazi khusaidi somo hazi khusaidi chi wawe akhlaqi zoni mbovu tabia yo ni mbovu izo itakusababishiza kenda muloni wal iyad billah chireteni toba churudeni kama jiri subhanahu wa ta'ala shpambeni ruhuzitu na amali njema sio sala sio somo na izo toyo peko peko watu chi wawe na zo sala sura شوابي نوصوم سورة وسلوك وابن مسلم سورة من أخلاق سورة كخصة كنجر جناني كتبع جيمة تبع زمتم محمد صلى الله عليه وسلم هديرو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن شاء الله كنا من مجير سبحانه وتعالى نشبان بك كأخلاق سورة مجير سبحانه وتعالى نشفانيا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مجير سبحانه وتعالى نشي لوانش الدنيا الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ندرس إيه إن شاء الله استكينينا نسلسلة نينجي يدرس يتبع جيما نديو تشين تشي سورة تنختها جوكا كمجتمعيتو يو إسلامنا وانتويتو أميني خبان برغوزيتو نتبع جيما نإزي سفة أما عادة بوفون بوفو uyuntinzie mitamtinda uyuhampi na misimpi uyuntenze na mitamtendra undhulmie lami lazima nivunde vunde hizo ndizo chijaribe khutomora kakuma insha hitu chitakuwa chiliwanile duniani na akhira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.